عش اليمامة. كانت اليمامة تتنقل بين أشجار الغابة بحثا عن أغصان صغيرة ترمم بها عشها الذي عبثت به الريح، فتعرضت خلال رحلتها بين الأشجار لكسر في إحدى رجليها، ولم تعد قادرة على الطيران. رأتها القبرة واقفة على ساق واحدة فوق غصن تتألم، فسألتها: ما بك؟ ما لي أراك تتألمين؟ ردت اليمامة: لقد كسرت ساقي، وأنا الآن لا أستطيع ترميم عشي الذي عبثت به الريح. أدركت القبرة معاناة اليمامة وعجزها، فأخبرت جميع الطيور وحثتها أن تجتمع عاجلا لتفكر في كيفية تساعد بها اليمامة المصابة. قال اللقلاق إن حالة اليمامة لا تحتاج إلى تفكير بل إلى العمل الفوري. أيده البلبل قائلا: نعم الرأي، رأيك أيها اللقلاق، وإني أحب أن أكون أول المبادرين. لا زال عشي قويا، وسأقدم ما جمعته اليوم من أغصان لترميم عش اليمامة. واقترح الهدهد أن يتكلف ببناء العش، فشرع في تثبيت الأغصان الصغيرة وتغليفها بالقش، وطلب من بقية الطيور أن تمده بما يحتاج إليه ليتم ترميم العش. فحلقت الطيور فوق الغابة وعادت تحمل في مناقرها ما طلبه الهدهد من أغصان وقش. حضر العندليب متأخرا، ولما رأى الطيور قد انتهت من بناء العش قال: أما أنا فسأتكفل بتزويد اليمامة بالطعام يوميا. وتدخل السنون فقال: إما أن ننقل أعشاشنا قرب عش اليمامة، أو ننقل عشها قرب أعشاشنا. فردت الطيور مجتمعة: نحن من سنبني أعشاشنا هنا، فنبقى قريبين منها، نسليها ونتابع حالتها الصحية إلى أن تشفى وتعود إلى نشاطها. فرحت اليمامة بما قدمه لها أصدقاؤها، وشكرتهم على مساعدتهم وتعاونهم. وبعد أيام ملأ هديل اليمامة فضاء الغابة إذانا بشفائها، وعمت الفرحة قلوب الطيور المتعاونة.